ولمتابعة الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز الزميل عوض الغنام. عوض، بعد التحية، أبرز ما لديك من مستجدات حتى الآن؟ نعم حور، دعيني أبدأ بالخبر الاعتيادي اليومي. هو رصد حالات عدد المساعدات التي دخلت اليوم حتى هذه اللحظة نحو 50 شاحنة مساعدات قد عبرت الحدود المصرية صوب قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم كما هو معروف، بالإضافة إلى نحو 4 شاحنات محملة بالغاز. هذا هو الخبر التقليدي تقريبا اليومي. أما الأهم هو عبور الشاحنة التي كانت محملة باللقاحات في ساعة متأخرة بالأمس صوب نفس المعبر، وهذا تطور مهم للغاية في دول الاستغاثة التي أعلنتها عدد كبير من منظمات الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة نفسه، بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية، بضرورة دخول هذه الشاحنة المحملة باللقاح والتي يعني محملة بنحو 1,200,000 لقاح في ظل تفشي هذا الوباء الخاص بشلل الأطفال. لكن ما زال هناك احتياج ملح في هذه النقطة تحديدا حسب توصيف منظمة الصحة العالمية. الآن وأنا معك على الهواء هناك إحدى الشاحنات التي للأسف لم يسمح لها بالعبور إلى الجانب الآخر، وربما تكون محملة كما هو المعتاد يعني في هذا التوقيت محملة بالمواد الغذائية. وكانت هناك شاحنة سبقت ذلك حور كانت محملة بلبن وألبان الأطفال، لكن للأسف لم تسمح قوات الاحتلال بعبور هذه الشاحنات. نستطيع أن نقترب من هذه الشاحنة نتعرف على طبعتها، هي مواد أولية وعليها ربما كما هو مرصع على هذه الكراتين الهلال الأحمر، وهذا يدلل على استمرار هذا العدوان الإسرائيلي بكل الصور ليس فقط العسكرية ولكن اللا إنسانية من خلال هذا الحصار الذي ما زال مستمرا حتى الآن. أما عن الأوضاع العسكرية التي نتابعها عن قرب من خلال بعض المناوشات التي نسمعها بين حين وآخر، ربما منطقة دير البلح وخان يونس هاتان المنطقتان شهدت عمليات عسكرية بشكل كثيف للغاية، بالإضافة إلى مدينة رفح هناك مربعات سكنية تم تدميرها بالكامل في ساعات متأخرة بالليل. تابعت معي بالأمس الصاروخ الذي انطلق من منطقة خان يونس نحو أو صوب تل أبيب، وهذا الصاروخ يمثل أيضا طفرة نوعية في المقاومة في ظل استمرار حالة الصراع لمدة 10 أشهر حتى الآن، ولكن ما زال يبدو لدى المقاومة بعض الأسلحة الفعالة في هذا الاتجاه. يبقى الأمل كل الأمل في مفاوضات القاهرة مع استمرار الوفود الفنية التي ما زالت مستمرة حتى الآن، وهناك تصريحات يعني يملأها الأمل والتفاؤل بشأن إمكانية الوصول خلال الأيام القادمة لحل ما، ولكن في إطار الثوابت التي أعلنتها الدولة المصرية على الأقل للموقف الفلسطيني القائم على أن محور صلاح الدين لن يسمح بوجود قوات إسرائيلية من خلاله، بالإضافة لن يسمح على الإطلاق بوجود أي جانب إسرائيلي في الاتجاه الآخر في محور أو من خلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني. هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة حور. هشام تحياتي، وتفضلوا لديكم أي تساؤلات عن المشهد هنا. وفيت عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.